محمد علي في هذا التوقيت بدأ عينه تفتح وبدأ يفكر. نابليون اللي قائد كل هذه الجيوش وأنا في سن واحد، هو أحسن مني في إيه؟ هو أفضل مني في إيه؟ طموحاته بدأت تزيد، بدأت تطلع، بدأ يبص بعينه، بدل ما كان جندي بيحمل سلاح بدأ يفكر بدماغه سياسيا. هو أنا ممكن أعمل إيه؟ البلد دي شكلها بلد كبيرة، البلد دي شكلها بلد عظيمة. بدأ محمد علي ينظر ويتحول من هذا الجندي إلى هذا السياسي، ثعلب سياسي. محمد علي في هذا التوقيت شاف مصر من بعيد فيها ثلاث قوى بتتناحر: المماليك اللي هم الحكام الطبيعيين للدولة المصرية، والعثمانيين اللي هم عندهم ولاية تابعة للخلافة العثمانية، الاحتلال العثماني للدول في هذا التوقيت، والإنجليز اللي هم عايزين يدوروا على موضع قدم في مصر عشان يخدموا تجارتهم ويخدموا تجارتهم داخل الهند ومستعمراتهم في الشرق الأقصى. محمد علي كان في هذا التوقيت تاني بفكر الناس هو رقم 2 في الجيش الألباني، الحامية الألبانية. وبدأ محمد علي ينظر إلى المشهد من أعلى نقطة. مين كان والي مصر؟ الوالي العثماني كان واحد اسمه خسرو باشا. خسرو باشا محمد علي بدأ يشتغل من تحت لتحت، شاف الراجل ضعيف، شاف إن هو قوي، شاف إن الظروف مهيئة، البلد دي شكلها ملهاش حاكم، البلد ملهاش صاحب، البلد دي الناس دي ممكن يقدر يعمل فيها حاجة. فبدأ ينظر إلى الوالي، الوالي ده ممكن أخش عليه بالمجموعة اللي معايا وأقتله؟ لا لا، خليني أفكر بشكل سياسي. مين الحاكم؟ خسرو. طب مين اللي ممكن يشيله؟ الجند. بدأ محمد علي من بعيد لبعيد يقلب يقوم الجنود على خسرو باشا عشان ما بيدفعش مرتبات ليهم. قاموا عليه عزلوا، اتعين واحد مكانه اسمه طاهر باشا. مين طاهر باشا؟ قائد الوحدة الألبانية، القائد بتاع محمد علي. يبقى كده محمد علي الراجل اللي هو رئيسه في الجيش خلاه يبقى هو الوالي، وأصبح محمد علي قائد الوحدة الألبانية. يبقى كده وسع لنفسه، بقى هو قائد الجيش الوحدة الألبانية. 2، خلى طاهر باشا يبقى هو الوالي العثماني واستدار له قرار. بعد شوية محمد علي خلى الجنود بتوعه اللي هم الأرناؤوط والإنكشارية يطالبوا بالضرائب، يطالبوا بالمرتبات من مين؟ من طاهر باشا. رفض طاهر باشا، قتلوه. يبقى كده تخلص من مين؟ خسروا باشا وتخلص من طاهر باشا. في مصر ساعتها الدولة العثمانية أصدرت فرمان بتعيين واحد اسمه أحمد باشا، وأحمد باشا ده كان عكس رغبة محمد علي. بسرعة محمد علي راح للمماليك قال لهم أنتوا أولى بالحكم، أنتم أصحاب البلد، إزاي يجي واحد ضعيف اسمه أحمد باشا يتولى الحكم؟ قام المماليك عزلوا أحمد باشا الوالي التالت. كل ده في ظرف سنوات قليلة جدا. وواحد من المماليك اسمه إبراهيم بيك تولى الولاية، أصبح الوالي. يبقى عندي خسرو، عندي أحمد، عندي طاهر، عندي إبراهيم بيك المملوكي. بعد إبراهيم بيك الجنود والزعامات الشعبية انقلبوا على هذا المملوكي اللي تولى الولاية، وبدأوا يحاولوا يعزلوه، ونجحوا بالفعل في عزله، وتم تولية خرشد باشا عن طريق الزعامات الشعبية. يبقى عندي 5 من الولاة في ظرف من 1800 إلى 1805، في 4 سنوات. محمد علي بسرعة كان بيدفع أي حد إن هو يتولى، أي حد محتمل، أي حد عنده طمع، عنده طموح، بيطلعوا الأعلى نقطة في المشهد عشان يقص رقبته بإيد مين؟ مش بإيده هو، بإيد آخرين. وده كان مشهد سياسي كان بيدرس، ومشهد سياسي لكيف يتم تخلص من مش الأعداء الحاليين ومش من المنافسين الحاليين، لا، المنافسين المحتملين. محمد علي ساهم بدهائه كل واحد ينفع يحكم البلد يطلع عشان يخلص منه. حتى في 4 سنين صنع علاقات مع الزعامات الشعبية بقيادة النقيب الأشراف عمر مكرم، عمل علاقات مع المماليك، عمل علاقات مع كل أطياف المجتمع، حتى استطاع محمد علي أن يقنع
الزعامات الشعبية في مصر ومشايخ الأزهر إن هو أنسب من يدير هذا البلد. وفعلا النقيب عمر مكرم والشيخ الشرقاوي والسادات الأعيان ونقيب التجار قعدوا وقالوا لمحمد علي إحنا عايزينك والي. محمد علي قال لهم أنا ما ينفعش تولوني، لازم السلطان العثماني. وبالفعل بدأ الزعامات الشعبية في المطالبة بمحمد علي يبقى والي على مصر. والأول مرة في تاريخ الخلافات الإسلامية، كل الخلافات من أول خلافة أبو بكر الصديق حتى سقوط الخلافة الإسلامية عن طريق كمال الدين أتاتورك في تركيا، أول مرة في تاريخ الإسلامي أن يقوم الأهالي أو أهل بلد أو زعامات شعبية في بلد باختيار حاكمهم بإرادتهم. كان الزعامات الشعبية في مصر، وده كان يوم 13 مايو 1805 في هذا التاريخ، في هذا اليوم سطر أبناء الشعب المصري عن طريق زعامتهم وفرضوا إرادتهم وقرروا مصيرهم واختاروا برغبتهم محمد علي ليكون واليا على مصر بشروط: احنا وليناك الإمارة ولا تعقد أمرا إلا بعد ما شرطنا، ولازم تراجعنا، ولازم يكون حكمك بالعدل والقسطاس، لازم لازم لازم، وافق وافق وافق. وتولى الخلافة وتولى الولاية، وصدر له مرسوم من السلطان العثماني رغم أنفه